رينج 200 تاور سكني موقعه استراتيجي ببيروت بطل على حديقة جبران والأسكوا وعلى بعد 10 دقائق من المطار. بانوراميك فيو على البحر والمدينة والجبال. مؤلف من 11 طابق وشقة واحدة بالطابق. مساحة الأبارتمنت 230 متر مربع بتضمنوا 2 صالون داينينج و 3 ماستر بيدرومز. 9 أبارتمنت أفيلبل للبيع وجاهزين للسكن وأندرجراوند باركينج لكل الشقق. من أهم المواصفات الداخلية رخام إيطالي، كيتشنز وباترومز أوروبية، هيتينج وإير كونديشنينج سيستم، بالإضافة لبولت وساوند بروف جليزينج. رينج 200 تاور جاهز للسكن بوسط بيروت، تحديداً شارع فؤاد شاب، مساحة خضراء بالطابق الأرضي بالإضافة لسيكوريتي مأمنة. ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن ببيروت تحديدا بعين التينه، مؤلف من 2 بلوكس وكل بلوك من 22 طابق، مودرن وهاي اند ديزاين بالداخل والخارج. ابارتمنت وحده بكل طابق والمساحات 290 و340 متر مربع، وبنت هاوس 1020 متر مربع مميز باخر طابق. 15 ابارتمنت افيلبل للبيع وفيو ما بينحجب على المدينه من جميع الطوابق، وابتداء من الطابق 11 فيو على البحر. كل البدرومز ماستر، هاي اند كيتشنز مع توب كوردز وباثرومز اوروبيه، بالاضافه لاي سي وسنترال هيتينج. 6 اليفيترز بكل بلوك. انترنس فخم وخاص لكل بلوك وخدمات عديده مامنه. 3000 متر مربع مساحه خضراء واثنين سويمينج بولز عندهم دايركت اكسس لاثنين جيم. تايتانيوم بعين التينه مشروع سكني فخم، 2 تاورز وخدمات عديده مامنه بالاضافه لسكيورتي وثلاثه اندر جراوند فلورز للباركينج. بيروت جاردنز بروجكت باخر مراحل الفينيشينج، موقعه باهم نقطه بوسط بيروت كاشف عفيو البحر والمرفأ. مكون من 3 اقسام، محلات تجاريه، مكاتب وشقق سكنيه. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والابارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و450 متر مربع سامبلكس وبين 275 و435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الافيلبل للبيع 26، اما المحلات التجاريه 9، بالاضافه لاربع اندر جراوند فلورز للباركينج والستورج رومز. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. اما بالداخل رخام اوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال اي سي، خدمات عديده مامنه بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكيورتي 24/24 و4 برايفت جنريترز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي بمنطقه استراتيجيه قريبه من اهم المراكز التجاريه بالمدينه، والتسليم باول 2018.